نعم حسين، يعني هناك سلسلة من الغارات تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية في المناطق الغربية لمدينة غزة، في محيط مجمع أنصار، في محيط أيضا دوار أبو مازن. هذه المناطق الغربية تتعرض الآن إلى سلسلة من الغارات. أيضا في المناطق الغربية الأخرى خاصة في مخيم الشاطئ، هناك أيضا قصف لأحد المنازل تسبب في عدد كبير من الضحايا وأيضا الإصابات، وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. أيضا هناك تقدم للدبابات الإسرائيلية، وكأن نحن في اليوم الأول من الحرب. هناك توغل في هذه المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، ولكن فجأة عادت التوغل والتموضع. وهناك أيضا حصار لمجمع الشفاء الطبي من الأربع جهات في هذه الأثناء، وبالتالي هناك أيضا حركة نزوح من مجمع الشفاء الطبي من النازحين الذين عادوا إلى المجمع بعد أن انسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق، وبدأوا بالنزوح إلى المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث الشجاعية وأيضا حي التفاح وحي الدرج. وبالتالي هناك توغل للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق. أيضا هناك المناطق الشمالية لقطاع غزة، هناك اشتباكات دارت في الساعات الماضية خاصة في مخيم جباليا وبيت لاهيا، وأيضا استهداف من المدفعية الإسرائيلية في شرق هذه المخيمات. التركيز الآخر أيضا هو في المناطق الوسطى من القطاع، خاصة في مخيم النصيرات في شمال وغرب هذا المخيم. هناك أيضا استهدافات لعدد من المنازل أيضا أسفرت عن عدد من الضحايا وأيضا الإصابات في هذا المخيم. التركيز الآخر هو أيضا في المناطق الجنوبية وبالتحديد مدينة خان يونس. مدينة خان يونس هناك توغل في كل المناطق التي يمكن للجيش الإسرائيلي الدخول إليها والتموضع فيها، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية والشرقية لمدينة خان يونس. الجيش الإسرائيلي يدفع بعملية النزوح من هذه المناطق التي يتقدم بها ويتوغل بها، خاصة في المناطق الغربية. أكثر من 100,000 نازح وصلوا إلى مدينة رفح في الساعات الماضية نتيجة الدفع من الجيش الإسرائيلي بهم إلى المناطق الجنوبية، أقصى الجنوب بمعنى رفح. وبالتالي يبدو أن الجيش الإسرائيلي يريد توسيع نطاق العمليات البرية في مدينة خان يونس على وجه الخصوص. طيب بـ20 ثانية أحمد، قبل أن أذهب إلى ضيفنا دكتور سمير الذي ينتظرنا واضطررنا أن نذهب إليك بحكم توفر الاتصالات بشكل مباشر، الطفلة الفلسطينية في تل الهوى التي قصف أهلها وبقيت هي وهي محتجزة في سيارات الإسعاف، هل ثمت أخبار عنها الآن؟ يعني حتى هذه اللحظة هناك جهود على قدم وساق يجريها الهلال الأحمر الفلسطيني من غرفة العمليات في مدينة رفح مع الزملاء في الهلال الأحمر في مدينة غزة، ولكن حسب ما علمنا أن هناك سيارة إسعاف توجهت إلى المكان الذي تم استهداف السيارة، ولكن الجيش الإسرائيلي قام باعتقال ضابط الإسعاف أو سائق سيارة الإسعاف وقام بتفتيش السيارة، وبعد ذلك انقطعت الاتصالات حسب ما علمنا من الهلال الأحمر الفلسطيني مع ضابط الإسعاف. وبالتالي حتى هذه اللحظة لا توجد أي أخبار فيما يتعلق هل تم إنقاذ هذه الطفلة المصابة أم بقيت في السيارة أو في المكان. شكرا جزيلا في حي تل الهوى جنوب مدينة.